تنبيه من المستوى الأول ساري المفعول عن تساقط أمطار رعدية خلال أمسية اليوم إن شاء الله على الواجهة الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية على كل من سقهراس برج بوعريريج بجاية مسيلة ميلا أم البواقي كذلك ولاية بسا قلمة تيزي وزو بات نسطيف قسنطينة جيجة الخنشلة مدية حتى على ولاية البويرة. أما خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب نسبة رطوبة عالية خلال الصبيحة على الواجهة الساحلية لتصبح الأجواء مغشات لكن على المرتفعات والهضاب السحب ستنتشر تقريبا على كافة المرتفعات احتمال لتساقط الأمطار خلال الأمسية على منطقة الأوراس هبوب رياح قوية تقريبا على كافة المرتفعات والهضاب خاصة على الهضاب العليا ننتظر رمال تبقى عالقة في السماء على كل هذه المناطق جنوبا أجواء رعدية من شمال الصحراء نحو الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله تتراوح ما بين 23 درجة إلى غاية 26 درجة شمالا لن تتعدى 32 درجة على شمال الصحراء 24 درجة على تمنرست ترتفع أكثر لتقارب 33 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى إن شاء الله ترتفع على الواجهة الشرقية لتصل كعلى مقياس إلى غاية 41 درجة تحت الظل على كل من قسنطينة كذلك قلمة ميلا خنشلة سقهراس 38 درجة على السواحل ننتظر 35 درجة على العاصمة 32 درجة على وهران جنوبا ترتفع أكثر طقس حار سيخص الصحراء الوسطى لتصل درجة الحرارة القصوى 47 درجة. أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى هادئ إلى قليل اضطراب خاصة على السواحل الشرقية لكن مضطرب محليا على كل من السواحل الوسطى والسواحل الغربية رياح معتدلة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة.